الاعتصام اليوم جاء استكمال للاعتصام السابق بهدف تطبيق القانون، ما تبقى من بنود لتطبيق القانون. أسرى القدامى عندنا إشكالية معهم، حتى الآن لم يتم إعطائهم منحة السكن، وما تمش إعطائهم برضو التقاعد بكامل الراتب. في عندنا فئة الأسرى اللي مدنيين غير موظفين اللي أمضوا 10 سنين فما فوق، برضو لسه عالقة مشكلتهم بعلاوة الدرجة. في عندنا فئة اللي من 5 ل10 سنوات لسه عندهم عالق غلاء المعيشة واستحقاق 4 شهور راتب. عندنا فئة اللي أمضوا 5 سنوات فما دون، هذول لم يصرف لهم شيء، لا العساكر ولا الموظفين المدنيين ولا غير الموظفين. مشكلتي مع القانون إنه أنا طبعاً أسير 5 سنوات إلا شهرين، والقانون القانون فوق 5 سنوات ما بيشملنيش، وبناء على هذا الحكي فقدنا جميع حقوقنا كأسرى عسكريين محررين اللي ما دون 5 سنوات بكل شكل من الأشكال، في الرتب العسكرية، في الترقيات، في كل شيء.